فكانت المرأة لا يأتيها العذر الشهري إلا في كل 3 أشهر مرة. فما هي عدة مثل هذه المرأة؟ هل تعتد بالأقرى أم أنه يلزمها أن تعتد بالأشهر تخفيفا عليها؟ إذ أنها لو اعتدت بالأقرى لاحتاجت إلى 9 أشهر حتى تمضي عدتها. أفتونا في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. ما دام أنها تحيض فإنها تعتد بالحيض ولو طالت المدة. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض أو 3 أطهار عند بعض أهل العلم. الحاصل أنه إذا كانت من ذوات الحيض فهي تعتد بالأقرى 3 حيض ولو طالت المدة، ولو كانت لا تحيض إلا بعد كل 3 أشهر مرة حتى يأتي عليها 3 حيض. وهذه الآية الكريمة: وإنما تعتد بالأشهر إذا أيست من الحيض أو كانت لا تحيض أصلا. قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني الصغار التي لم يبدأهن الحيض. نعم. وكذلك الآيسات، وكذلك من لا تحيض أصلا، فإن هذه الأنواع الثلاثة تعتدن ب3 أشهر بدلا من 3 قروء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.